وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في خير وفي احسن صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين. اول حلقه ليا معاكم في سنه 2020، يا رب تبقى سنه سعيده جدا عليكم. بشكركم على كل الدعم اللي لقيته منكم في سنه 2019، وان شاء الله مكملين المشوار. وكمان مش بس كده، في فيديو في القناه وصل لمليون مشاهده، ودي حاجه فرحتني جدا وخلتني النهارده اقرر اعمل حلقه ادردش فيها معاكم عن سنه 2020، ونتكلم عن ان احنا ازاي نزود الربح بتاعنا او نزود الفلوس او الدخل الشهري اللي بيدخل لنا. النهارده هكلمكم عن 8 حاجات او 8 انواع من الشغل تقدر تعملها وانت قاعد في البيت. انا واثقه انه اكيد اي حد منكم ممكن يلاقي اي شغلانه مناسبه ليه، بس كل اللي انت محتاجه الموبايل بتاعك، او لو مفيش موبايل اللابتوب او الكمبيوتر، اي حاجه عندك، وده اكيد موجود في كل بيت، زائد باقه نت، سواء الباقه المنزليه او باقه تبقى عاملها على الموبايل. احنا مش محتاجين اكتر من الحاجتين دول علشان نقدر نعمل شغل على الانترنت وفي نفس الوقت يدخل لك منه فلوس كتير. اول حاجه معانا واول فكره حلوه جدا، وهي البيع اونلاين. البيع اونلاين، ايه هو البيع اونلاين؟ اول حاجه طبعا عشان تقدر تبيع اونلاين لازم تعمل بيج خاصه بيك على الفيسبوك. البيج دي مفيش اسهل منها انك تعملها وتضيف اصحابك وتخلي اصحابك يضيفوا اصحابهم وتبدا تبيع على الفيسبوك. طيب البيع بينقسم لثلاث حاجات تقدر تعملها. اول حاجه يا اما تكون حاجه انت مثلا بتحب تعملها، او انت حاجه بتحبي تعمليها، مثلا بتحبي الخياطه، بتحبي تعملي حاجات كروشيه، فدي اول حاجه او اول قسم تقدر تعمله في البيع الاونلاين. طيب عندنا في اختيارين تانيين لو الحاجه دي انا مثلا مش بعرف اخيط، مش بعرف اعمل اي حاجه، في حاجتين تانيين حلوين جدا. اول حاجه مثلا ان انت ممكن تشترك في عضويه الشركات اللي زي ماي واي او اوريفليم او ايفون. في اوبشن ثالث حلو جدا، ان انت ممكن تتفق مع تاجر. في ناس كتير دلوقتي برضو صفحات بيع، انا بروح لتاجر بقول له انا عندي صفحه عايزه اعرض البضاعه بتاعتك، وفي نفس الوقت انت هتكسب وانا هكسب، فبتتفق مع التاجر على نسبه بتطلع لك من كل حاجه بتبيعها، وده بيبقى حقك وده شغلك. فدي حاجه حلوه جدا. مش بس كده، في ناس بدات كده وبعدين ربنا فتح عليها وفعليا الموضوع بقى ان هو بزنس كبر وكبر وبقى معاهم محلاتهم الخاصه. تاني اوبشن معانا وهو فوتوشوب ديزاينر. موضوع الفوتوشوب دلوقتي بقى مربح جدا وبقت تجاره بتكبر جدا. الفكره بتاعتها عباره عن ايه؟ دلوقتي مين فينا ما عندوش مثلا الناس اللي عندها محل عايز يعرض يتكلم عنه، او مثلا حد عنده عياده عايز يتكلم عنها، او افتتاح حاجه، او تشانل على اليوتيوب، اي حاجه من الحاجات دي. الناس بتبقى دايما محتاجه انه ناس اكبر تشوفها، فبتبقى محتاجه اعلان يتعمل لها. لو انت شاطر في الفوتوشوب هتقدر تعمل لهم صوره حلوه تنزلها، مثلا تكتب فيها ارقام العياده وتنسقها بشكل معين. كل اللي انت هتحتاج تعمله ان انت تشتغل وتعمل ديزاين في صوره للاعلان ده وتبعت له هو الاعلان وهو يديلك الفلوس. انت قاعد في البيت كل اللي انت عملته ان انت حابب الفوتوشوب. لو اصلا حتى ما تفهمش في الفوتوشوب بس انت حابب الفكره وانا بقولها، تقدر تدخل تكتب على اليوتيوب فوتوشوب وهيطلع لك كل الحاجات اللي تتكلم على الفوتوشوب، ودي حاجه حلوه جدا. تالت شغلانه معانا حلوه جدا ومربحه جدا، وهي الموفي اديت او الموفي اديتور. دي حاجه حلوه جدا. دلوقتي ناس كتير جدا طبعا عندها قنوات على اليوتيوب، فمثلا انا مش بفهم في المونتاج او ماليش طول البال، او عايز انا اعمل حاجه تاني ومش فاضيه ان انا افضل بقى اقعد 3 ساعات او 4 ساعات امنتج. فانت لو متعلم المونتاج، وده تقدر تاخد مثلا كورس ادوبي بريمير، برضو تكتب على اليوتيوب ادوبي بريمير هيطلع لك كل الفيديوهات اللي بتعلمك ازاي تعمل مونتاج، وتقول له طيب انت صورت، ابعت لي الفيديو بتاعك متقطع وانا هحطه لك بشكل كويس وانسقه واحط عليه صور وكتابه، وتبقى انت كده عملت له تصميم كامل للفيديو وانت قاعد في البيت ما عملتش اي حاجه. رابع حاجه بقى حلوه قوي ممكن تعملوها، وهي شغلانه الفريلانسر. ايه فكره الفريلانسر؟ الفريلانسر عباره عن شركه او شخص محتاجين خدمه معينه بس هما ما عندهمش الوقت ان هما يعملوها، او هما محتاجين حد بروفيشنال ان هو يعمل لهم الخدمه دي، وانت افيلابل ومتاح ان انت تعمل الخدمه دي، فهم بيبقى في اتفاق متبادل، انت هتعمل لنا الخدمه تمام، طيب اعملها لنا مقابل المبلغ الفلاني. اشهر مواقع الفريلانسر سواء الاجنبي هي فريلانسر، بيبول بير اور، فيفر، ابورك، دول من اشهر الحاجات. بالنسبه للحاجات العربيه في تصميمي، في خمسات، في اريد،
كل الحاجات دي بتساعدك انك تدخل، يعني حتى لو انت صعب ان انت تدخل على مواقع اجنبيه ممكن تدخل على مواقع عربيه. مش بس كده، انا عارفه طبعا في الاول موضوع الفريلانسر ده هيبقى شويه كده مقلق والناس لسه مش متمكنه منه، فعلشان كده انا في صندوق الوصف تحت الفيديو هسيب لكم كل اللينكات اللي تقدروا تدخلوا عليها وتطلعوا كده عليها وتفهموا الشغل ماشي ازاي وتقدر تتعلم كل حاجه وانت قاعد في مكانك. خامس حاجه ممكن تعملها في البيت وهي حاجه كده مش درجه كتير قوي، وهي فكره كروت الافراح. كل يوم في كام عروسه وعريس بيتجوزوا، في عدد كبير جدا من الافراح والناس دايما بتحب حاجتها تبقى مميزه او يعني ما حدش يبقى زيي، عايز اعمل حاجه ابقى انا وحدي فيها. فانت تقدر وانت قاعد في البيت انك تصمم شكل حلو جدا للكارت وتسال الشخص اللي بيتفق معاك انت محتاج مني كام كارت. مثلا انا محتاج 350 كارت، انا مثلا طب انا هاخد في الكارت 10 جنيه، ده هيبقى مبلغ كويس جدا وانت قاعد في البيت، يعني عملت بتاع 3500 جنيه. سادس حاجة ممكن تتعمل وهي خاصة بالبنات او السيدات اللي قاعدين في البيت اصلا ومش بيشتغلوا، او لو انت بتشتغلي موظفة في الصبح مثلا وعندك وقت فاضي بالليل، او يعني انت قاعدة طول الوقت ومش وراكي اي حاجة تعمليها، في فكرة كويسة جدا وهي ان انت تعملي وجبات وتبعتيها لاشخاص معينين بيتفقوا معاكي ان هم عايزينها مثلا بمقابل مادي، تبقى انت برضو كسبتي حاجه حتى لو كسبتي بسيط، بس شويه بشويه طبعا لما اسمك يبدا يكبر المكسب هيبقى اكتر والطلب هيبقى اكتر. وفي فكره حلوه كده مني ليكم ان احنا ممكن ما نعملش الوجبات العاديه دلوقتي، اكتر الناس او كل الناس عامله دايت، كل الناس محتاجه وجبات دايت. المطلوب منك مثلا انك تعرضي برضو في خلال صفحة ليكي ان انا بعمل وجبات دايت وتحددي وجبة معينة. طبعا دلوقتي الناس كلها وهي رايحة الشغل مفيش وقت الناس تفطر، فالناس بتنزل مستعجلة وبتروح على طول، فانتي لما تعملي وجبات دايت وياخدوها معاهم هيبقوا فطروا في نفس الوقت، دي حاجة هيلسي فمش بيحسوا بتأنيب ضمير، وبالتالي دي فكرة جديدة محدش عملها قبل كده. مش بس فكرة الاكل الدايت، ممكن فكرة العصاير الفريش، ناس كتير جدا بتحب موضوع العصاير الفريش او المخللات بشكل عام لانه برضو عليها اقبال كبير. قدامك 3 اختيارات او انتي فكري حاجة من عندك تقدري تبدأي بيزنس خاص بيكي كده. سابع حاجة بقى وهي فكرة دروس اونلاين، دي حاجة جديدة لسه مش منتشرة بس يعني هي بدأت تنتشر جدا دلوقتي. عدد كبير جدا من اولياء الامور بيبقى مش سهل بالنسبة لهم ان هم يودوا اطفالهم عند منطقة فلانية عشان ياخدوا مثلا دروس ويرجعوا، فدلوقتي بدأت فكرة جديدة الدروس عبر السكايب، يعني ببرنامج السكايب تقدري تعلمي طفل قدامك او طفلين وتتكلمي معاهم ويردوا عليكي وتشرحي لهم، ودي بتبقى حاجة كويسة جدا. اخر حاجة ممكن تعملوها وهي قناة او تشانل على اليوتيوب، دلوقتي اليوتيوب بقى منصة كبيرة جدا وناس كتير جدا جدا كل يوم بتعمل فيديوز، فلو انت او انتي موهوبة في حاجة مثلا اي حاجة، بتطبخي كويس، بتزبطي بيتك او بترتبيه بشكل لطيف، او مثلا انت عندك حاجة حباها حابة تكلمي الناس فيها سواء حاجة علمية او مثلا فضفضة او اي حاجة او تجارب شخصية وعايزة تعملي الكلام ده تقدري تعمليه على اليوتيوب، ودي حاجة كويسة جدا. والحقيقة انا برشح لكم لو انتوا عايزين تتعلموا حلوة قوي ازاي تدخلوا يوتيوب او ازاي تفهموا اليوتيوب، انه في قناة انا شخصيا استفدت منها جدا، صاحبها راجل في قمة الاحترام ولا يبخل ابدا على الرد لاي سؤال، يعني لو عندك اي سؤال في اي وقت هتبعت له هيرد عليك، وهي اسمها قناة الريشة للمهندس توفيق، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وفي نقطة مهمة عايزة اقولها لكم انه في ناس مش بتحب تظهر بوشها، يعني في ناس عايزة اعمل قناة بس انا بتكسف او لسه مش واخدة او مش حابة، في ناس كتير مش بتظهر خالص في القناة، يعني ممكن الكاميرا تبقى بتصور حاجة انت بتعمليها بس انت مش ظاهرة، بس انت بتوري الناس انت بتعملي ايه وبتتكلمي في نفس الوقت فالناس بتفهم. وعلى فكرة في قنوات كتير جدا كده ومتابعين بتقعدها كتار وعليها تفاعل حلو جدا. وبكده يبقى هي دي 8 افكار اللي تقدروا تعملوها، يا رب يا رب يبقى اي حد منكم لقى فكرة تكون كويسة ليه او يعني طلع فكرة من فكرة. وبكده يبقى احنا خلصنا اهم الافكار في حلقة النهاردة، ان شاء الله الحلقة جاية هنرجع زي ما كنا المحتوى بتاعنا الطبي، بس حبيت ان اول حلقة في 2020 تبقى مختلفة ونتكلم فيها عن افكار حلوة نقدر نعملها وكده ندردش مع بعض بره بقى
الكلام الطبي والكلام النظري، واتمنى يا رب ان اكون افدتكم وقدرت اقدم لكم معلومات مفيده. وطبعا لو عندكم اي سؤال في اي حاجه احنا اتكلمنا فيها النهارده سيبولي وانا هجاوبكم عليه. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم الحلقه الجايه، اشوفكم على كل خير وفي احسن صحه واحسن حال. باي باي.